السلام عليكم. عندنا واحد المشكل هنايا مع هاد السي عبد الله الحمومي اللي هو نقيب ديال المحامين، وتيحسب راسو ما نعرف شكون هو، والمحكمه كلها في جيبو، كلها في يديه، واكل الغوغا على الناس، واكل الغوغا تاع على عائلته. الشرفاء الحموميين عمرهم ما تيكونوا هكذا. حنا كنعرفوا الشرفاء الحموميين تيزولوا جلابتهم وتيغطيو الناس، ماشي تيعريو الناس. لا بالعكس، انا شريف عليك، انا كنبلغ لك هذه الرساله واسمعها، انا شريف عليك نتايا. كنعرف الشرفاء الحموميين الله يعمرها سلعه، وعندي صحابي حموميين، وانا مجوج بمراه حموميه ها هي الله يعمرها دار، ومنتهكه في الحقوق ديالها، تتسال رزقها معاك وانت داير راسك ناضير ومكوش على الرزوق ديال الحموميين، وكتقبط نعمه سيدي المفالس وكتمتع غير انت تقري ولادك، والحموميين اللي ولادهم تيبشردين في الزناقي ما تيعزوش عليك. حنا عائله السباعي، با شراها الدار هذه بالرسم ديالو وبالملكيه، وشراها بالقانون في 2001 2001. الا عندك شي مشكل مع ولد عمك احمد الحمومي اللي في اسمه الملكيه، انه كان مجوج بنت عمك وطلقها، عندك مشكل عائلي ما تجيش تحقر علينا حنايا، فهمتي؟ حنا بزاف عليك تحقر علينا. وراه ولد عمو باع اربع اخر بعض المحالات، هو ربما كانوا كيقسموا هو وياه، منين سالا ولد عمو مشى بحالاتو مات، عاد ولا كيترمى على الناس اللي شاريين برزقهم من هنا. عبدو ربي انا عبدو ربي السباعي يحيى الازمي، وراه هويا داير هاد الحاله ديال النصب، داير هاد الحاله ديال النصب، ماشي غير عليا، تاع الاطراف من العائله ديالو، واكل الغولة على الجميع. وكمشيت باش غادي ندافع على راسي، درت شي اربعه د المحاميين الله يجازيهم بخير كيمشيو للمحكمه يطلعوا الدوسي، وكيقولوا لي راك مكفن ميت، وكياخذوا الاتعاب ديالهم من عندي، اتعاب طفيفه، وكيرموا لي الملف ديالي، وما بقى عندي المشكي الا الله وجلالة الملك والمسؤولين اللي خايفين الله. فغرمي هاد الحجه، عندها 110 د العموم، 110، وحنا كنموتوا وتموتوا على هاد المحل باش وصلنا له، باش وصلنا له. اسمع سيدي، الله يرحم الوالدين، الله يحيي سيدنا ويجعل البركه فيكم. حنايا بالقاضي وبالعدو باش دخلنا، ما دخلناش مهاجمين، ما دخلناش شفارة. هذا الرجل ما نعرفوه، ما ندري واه، ما عندنا خبر بالحمومي هذا. كاكا عندي خبر بالحمومي ما نقربش عليها، انا شريت مدريس بن شريف من الوليدي، الوليدي تاعنا، ولا كاينين. دابا من يجع على المساكن، الله يجعل البركه في سيدنا. غنمشيو على السطاح ديال الناس، فغنمشيو دابا حنا تمشي للشارع، لا بينا ولا بولادنا، اللهم من هذا منكر. انا راني شريفه يا زميه فاطمه مرات السباعي يحيى، وها هو اللي شرى الدار وجمع العائله كلها فيها، ما يمكنناش نخويو حنا عائله قوينا تما يا ميتي، من يقتلونا ديك الساعه يلوحونا للشارع. واش عندكم رسم عقاري ديال الدار؟ انا مريضه بالسكر. انا رسم عقاري ديالنا ها هو، وقاد دايز على جميع الادارات ونسلميه لنا، بغى يخرجكم. واللي بغيت نبين لك واحد النقطه، فاش كنا شرينا، فاش كنا شرينا في 2001، كان صيفط لنا واحد الشخص لعند الوالد ديالي، قال له غتجمع داك الوريقات وتجيبهم وغنبقى كاري لك، غتبقى تخلص الكرا. قلنا له حنا لا ما يمكنش، قال لك ضروري تجيب داك الوريقات ولا راكم غادي تخرجوا، ما تسالوا لا دار لا والو، جيبوا الوريقات واجيو نتفاهموا ونكريها لكم، بقاو تخلصوا واحد الثمن رمزي. قلنا له لا، عاد سيدنا. ودابا شنو هو الطلب ديالكم دابا؟ دابا خاصنا سيدنا يدير لنا الحال مع هذا السيد، يبعد منا. حنا راحنا شرينا بالكواغ ديالنا وبالملكيه، وما يمكنناش حنا نتلاحوا. سيروا للمحكمه. كنمشيو للمحكمة ما كيهضر معنا حتى واحد. لا ما حكمتش. كيهضر معنا حتى واحد، فين ما مشيتي كتسعد هذا كيسقس عند الاخر، كيسقس عند الاخر. هو عنده الجاه، عنده الفلوس. المحكمة كلها شوف بحال جيبو، شي دابا جيبي ما يمكنلكش تعرف شنو فيه. أنا على برا، أنا مواطن على برا، ما عنديش حق في المحكمة. هو عنده حق في المحكمة، علاش؟ نقيب محامين، عنده كل شيء صحابه. آخر رسالة. مريضة بالطنسيو،
مريضه بالكوليسترول وبالحساسيه، واش غنمشي نتلف في الشارع؟ شكون اللي غيشري لي الدواء؟ في غير نجلس هضر سعاد، في غير نجلس. انا بالله والشرع، حنا طالبين بالله والشرع، راه حنا دخلنا بالقاضي وبالعدول، الحكومه وسيدنا يشوف لنا الحل مع هذا السيد. هذا الشيء اللي غنقولوا.